تم قصف هذه البناية غارة من أو أكثر من بناية في الواقع تم قصفها في وقت واحد. كان هناك استهداف واضح للبنى التحتية في جميع مدن قطاع غزة. هذا الاستهداف أدى إلى إحداث حفر عميقة تصل أحياناً إلى 5 متر أو أكثر. هذه الاستهدافات أدت إلى تصدع المباني وسقوط بعضها على رؤوس ساكنيها من الأطفال والنساء، أدت إلى قطع خدمات المياه وتخريب خطوط الصرف الصحي وكذلك خطوط الكهرباء وخطوط شبكات الاتصال. قطعت هذه الحفر الموجودة والعميقة الطرق أمام سيارات الطوارئ وسيارات الإسعاف وأعمال البلديات، وبالتالي يعني قامت لجان الطوارئ في البلديات بالعمل السريع على ما يمكن إصلاحه من هذه الطرق وفتح الطريق ولو بالحد الأدنى لتسهيل حركة السكان وحركة مركبات الطوارئ. نحن ندعو الجميع إلى الوقوف مع هذا الشعب المحاصر والعمل على توفير سبل الحياة ومقومات الحياة الأساسية. هناك نقص حاد حاليا في إمدادات المياه، نقص حاد في إمدادات الوقود لتشغيل المرافق الأساسية لدى بلديات قطاع غزة بشكل عام. الخسائر الإجمالية لكل المرافق التي تم استهدافها تزيد على 200 مليون دولار، والخسائر الخاصة بأعمال بلديات ربما تصل حاليا إلى حوالي 18 مليون دولار، ولكن هذه الحصيلة ليست نهائية، هي حصيلة أولية لأن الاستهداف والعدوان ما زال قائما وفي كل يوم يحدث هناك استهدافات جديدة وخسائر جديدة.